في هذا الفيديو حبيت أعرفكم عن بعض المعلومات والحقائق عن تركيا، وفي نهاية الفيديو إذا كنت حاب تزور تركيا راح أحكي لكم بعض أفضل المناطق التركية. تركيا تعتبر أكبر منتج ومصدر للبندق في العالم. عشاق النوتيلا، المعلومة لكم. هل تعلم أن الشوكولاتة التي تتناولها الآن مصدرها من تركيا؟ نعم، فتركيا أكبر منتج ومصدر للبندق في العالم، وهناك طلب عالمي على البندق. يعتبر البندق التركي أفضل أنواع البندق. كما تعلمون البندق عنصر أساسي في صناعة الشوكولاتة، واللي منها طبعا نوتيلا. 73% من إنتاج العالمي من تركيا. تصدر تركيا 80% من إنتاجها و 20% تحتفظ به لنفسها. يوجد في تركيا ثاني أقدم سكة حديد تحت الأرض في العالم. استخدمت السكة الحديد في عام 1875، وبهذا تعتبر صاحبة ثاني أقدم سكة حديد في العالم بعد مترو الأنفاق لندن المشهور. تركيا تعتبر أول دولة تبني مسجد تحت الأرض، وهذا المسجد تم بناؤه بعمق 7 أمتار تحت الأرض، وهذا المسجد موجود في إسطنبول واسمه سانجا كلار، وفاز هذا المسجد بمرتبة الأولى بالأماكن الدينية في جميع أنحاء العالم المسابقة الهندسة المعمارية العالمية. بالإضافة يوجد في تركيا حوالي 82,000 مسجد، وأغلب المساجد موجودة في إسطنبول لأنها أكبر مدن تركية، ومن بين هذه المساجد مسجد الأزرق أو مسجد السلطان أحمد. إذا سبق وأن سافرت إلى هولندا أكيد شاهدتم جمال زهرة التولين. هذه الزهرة تشتهر بها هولندا عن غيرها من دول العالم، لكن هل تعلم أن هذه الزهرة التي تشتهر فيها هولندا مصدرها من تركيا؟ هذه الزهرة كانت محبة لدى الأتراك بشكل خرافي، واكتشفوها في القرن العاشر ميلادي، وهم من كانوا سبب انتشارها وشعبيتها الكبيرة، وكانت تركيا أول بلد يزرعها ثم أرسلتها إلى أوروبا. حتى إذا زرت مدن تركية خصوصا في الربيع مثل إسطنبول ستشاهدها في كل مكان تقريبا. حسب مواقع العالمية تعتبر تركيا تاسع أفضل وجهة سياحية في العالم، وهي أفضل وجهة سياحية ممكن أنك تزورها في حياتك، حتى أنها تفوقت على بعض الدول من ناحية عدد السياح. وإذا سألتني عن أفضل أماكن في تركيا، أولا إسطنبول. لا يكتمل السفر بدون زيارة إسطنبول مدينة المآذن بسبب وجود المساجد التاريخية. الوجهة الثانية هي أنطاليا، ثاني أفضل منطقة ممكن أنك تزورها في تركيا، فهي عاصمة السياحة في تركيا وليس غريب عليها، فهي جاءت في المرتبة الثالثة بعد باريس ولندن، كما أنها من أكثر الوجهات التي يزورها ملايين السياح سنويا. تمتاز بمناظرها الطبيعية الخلابة وتضاريسها الجغرافية المدهشة، مما جعلها قبلة للسياح الباحثين على روعة الطبيعة. المنطقة الثالثة هي بودروم، تمتاز بهدوءها، فهي منطقة استجمام وراحة ومشهورة بسحب منازلها الهادئة المطلة على بحر الفيروز الخلاب، ويحتوي على متحف عالم الآثار تحت الماء، فهو من أشهر وأجمل متاحف العالم المتخصص بعرض آثار البحرية، ويوجد فيه حطام سفينة يقع تحت هذا المتحف في قلعة بودروم. المنطقة الرابعة طرابزون. طبعا طرابزون من أجمل المناطق السياحية في تركيا، وهي من المدن الحيوية خاصة في المساء، فهي تشتهر بالعديد من المطاعم والمقاهي التي تعد أطيب وأشهى المأكولات التركية. وإذا وصلت لنهاية الفيديو لا تنسى شيئين، اللايك والاشتراك. دمتم بخير، سلام.